هو يمكن فريق الاعداد مصمم يقف في الجزئيه بتاعت حازم امام مع ابله فايته. ايه بقى؟ عايزين نشوفها الاول. تشوفها الاول. نشوفها الاول مع نفتكر مع الساده المشاهدين. ممكن تشرح لزملائنا الاهلاويه مين هو نادي القرن الحقيقي؟ يعني انا بشوف ان القرن الماضي يعني الزمالك هو الاكثر بطولات والاكثر حصولا على بطولات وبالتالي هو الاحق. الله ينور عليك يا استاذ. الاهلي طبعا بعديها يعني من الفينات بقى يعني خد اكتر بكتير طبعا، ولكن انا بتكلم على لغايه سنه 2000 يعني. وسكتت شهرزاد عن الكلام المعاد. كابتن الحازم انت متاكد ان كلامك مش مظبوط؟ هرش الاول كده هيعمل ايه في الورطه دي؟ هيزعل زملكاوي. هيطلعوا عينه لو قال. يا عم هو بيحطوا هم عايزين يفصلوا معيار ها ازاي يكسبوا البطوله. فاتقالت في لحظه اصل ما حسبوش الافرو اسيوي. فجه الكابتن ايمن يونس وهو بيحسب، لا لو حسبنا الافرو اسيوي الارض الاهلي برضو الاول بنقطه او نقطتين. فبعد ما قال كده هاجموه، قال لا الزمالك مش عارف ايه. يا اخوانا الموضوع بسيط جدا، ارفعوا قضيه. يعني هو انتوا بتمنحوا الالقاب ما حدش بيمنح اللقب لنفسه. انا الاقدر انا الاقدر. ما هو المعيار اللي انت اعترضت عليه بعد ما الاهلي كسب البطوله كنت انت فرحان بيه وهو بيقربك للتنافس، كنت بعيدا جدا عن النادي الاهلي تاني وتالت وعاشر. كل ما هتقولوا مين نادي القرن هنقول لكم النادي الاهلي 1 2 3 4 94 انتوا وافقتوا على المعايير دي بتنكروها في 2002 و2003 لحد النهارده. بعد كده لما الدنيا وسعت قوي قال لك هو في القرن القادم لانه عشان يحصلني محتاج نخش في الالفيه الثالثه. لا وبعدين هو نادي القرن لبطوله افريقيا للانديه ابطال الدوري؟ يعني ده هو مش واخد باله حتى لما بيناكفوا. طب ما هو الاهلي كان بياخد بطوله افريقيا للانديه ابطال لا عدد البطولات عايز يحسبها بمعياره الوحيد الكاب نفسه الكاس كم لقب ايوه. لكن هو وصل للنهايه بقى الثاني ازاي متفوقا على اللي كانوا فوقيه ازاي بمعايير التراكمي. ما نسي هو بقى ناسين دي. لكن ما علينا مش هنخش بجد. ليك حق روح خده انما تتكلم فيه. بقت لبانه مسخه قوي ما يعني. هي مسخه بس هتجي يعني. ليه بترد عليها؟ هتلاقي واحد اتولد النهارده هيصدقها. ونقعد نعيد ونزيد وننزل الجدول ونقول لهم النقاط اتعملت ازاي يا عم والناس قالت ايه والاعترافات قالت ايه. كان بيني وبينكم قبل هذا المعيار 17 بونت. ده احنا بقالنا 18 سنه في القرن الجديد. اصل لو ما فيش المعيار ده ده نكته. اسمع بس، لو ما فيش المعيار ده ما كانش الاهلي اعتذر وما كانش دخلهم مكانه. يعني لو معيار عدد البطولات ما كانش الاهلي اعتذر، لكن الاهلي اعتذر وهناك فارق كبير بيني وبينه. طيب ما نتكلمش على الاهلي ولا نسمع شهادات الاهلاويه عن الاهلي، ربما يكون شيء منصف لما إن سنة بس بمناسبه نادي الاخرون عن الاهلي. لان انا محمل ان انا اقول لاداره القناه ان لازم يتكتب نادي القرن بوضوح مع البادج بتاع النادي الاهلي. لازم جنب النجوم او تحت كده اعظم نادي في الكون نادي القرن. فمن فضلكم ده طلب من الجمهور واعتقد انه طلب عادل علشان واحنا وهو في التايتل اللي واحنا في مرحله تزييف التاريخ اهو لازم يتحط. انت السلوجان بتاعك مش اعظم نادي في الكون، انت السلوجان بتاعك الرسمي نادي القرن. بس وانا ده اللي انت خدت بيه يعني اعتماد من جهه مسؤوله. اي بادج للنادي الاهلي لازم يزيل وانا اعتقد او مكاتبات النادي فيها كده. بص هم بيكتفوا بالنجوم والكلام ده. لا نادي القرن